أقامت جمعية دار الكتاب المقدس مسابقة كتابية لطلاب المرحلة الأساسية من الفئتين العمريتين للصغار من الصف الرابع إلى السادس، وللكبار من الصف السابع إلى العاشر في مدرسة راهبات الوردية مرج الحمام. وقد شارك في المسابقة 33 طالبا شكلوا 8 فرق وعلى عدة جولات تنافسية. وأشرف على التنظيم السيدة منى فرج المنسقة العامة للمسابقات، ولجنة التحكيم المؤلفة من السيدة إسار مزاهرة والسيدة عالية العكشة والسيدة جين ضباعين والأنسة ريم الفار والسيدة منى دوغان والسيدة ناريمان جمو. وفي نهاية المسابقة قدم السيد أسامة طوال نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو الهيئة الإدارية لجمعية دار الكتاب المقدس درعا تكريميا لمديرة المدرسة الأخت ليليا النمري وسلم الجوائز لمستحقيها. وكما قامت مديرة المدرسة بدورها بتقديم هدايا تذكارية للطلاب وللجنة التحكيم والمشاركين. وكانت الجمعية قد تبنت إطلاق هذه المسابقة بين طلاب المدارس في المملكة استكمالاً لدورها في تعريف الطلاب بكلمة الله وتوفيرها لهم بشتى الطرق.